labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay halkan oo ah xarunta golaha shacabka ee filaha Hargeysa waxaana kulanka maanta shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan kulanka maanta ayaa ahaa mid looga doodayay warbixinta akhrinta labaad ee xisaab xidhka sanad maaliyadeed 2023 waxaana golaha horkeenay warbixintaasi gudiga maaliyadda iyadoo golaha ka hor akhriyay gudoomiyaha gudiga maaliyadda xildhibaan nooc gudiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si qoto dheer u falanqeeyeen warbixinta loo soo gudbiyay oo kala ah ee warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud warbixinta xafiiska anti dhowraha guud sidoo kale gudigu wuxuu si isbabardhig ku sameeyey kulantalkalka miisaaniyadda 2023 iyo warbixinta xisaab xirka dhabta ah labo isbabardhiga guud ee miisaaniyadda iyo xisaab xirka 2023 wadarta guud ee miisaaniyadda 2023 waxaa la qoondeeyey waxay ahayd 977,000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 ,
تضرب ولا فرت يلحق كون صدنا يشان كون صدح بقول سعاشني يلا ودولار إسلام مركع واحد صوح رهن عقدا بقولي تدباتني يكون مريان لابد بقول صدنا جديد تضرب ولا سعاشني يشان أنت سكيد دي بقار كم إذا مدن ياش الله بدو قلة أي سؤالك ودي جد جاي سيدو قلة وسارد مالية ده حساب حركة أيمان توصل جبين قلها وحارنا مركع هدي العق بقول يأفر مليون أو دولار هنا يقول لك اللي عجها الأركي وقعد يهنت دوره وح أي شيء أما اللي سوي جد بينا أي تي صدني أفر مليون العجها كله حق جاي يكون بحين dokumentiyada ay ku baxeen iyo cid qaadatay isay ku soo galeen cadeyn gudiga ma la siiyay oo ma haystaan waa su'aal aan rabnay inay ka jawaabaan arrinka labaad wuxuu yahay oo aan rabo inaan weydiiyo xisaab xirka ama miisaaniyada xisaab xirka kuma jirin lacagaha buffer fund-ka oo maxaa ku raahday kumaysan kama muuqan bigib ahaan reportka uu soo gudbiyay xafiiska dowladda guud wuxuu sheegay إلا استعماله العاج صدح يتبن مليون صدح يتبن مليون أفر بقول سدات هي أفر كون صدح بقول يا سجاشن دولار هبرع لود الجيل العاج تاسكيت كا مركز الاستعمال ينا أي هاي إن وسارد ما لدو السعودي عريسو جودي كا العاجها كاش كأهنا محمد كره هذا يا قرشة هذا دياريان حفيز كل الوزراء أنا أوصحيه الله كين حزام حرميه ها هدي تهاي هلا صوفا فاهيو هل يرادو مشروع هبل مال هبل اللي قفولي مرري اللي قفولي مال هبل اللي قفولي وحاكو بحض العقد انتان لك تاسقو فهمو اي ملا ما انتوا ما انتي وقمي هم سنت شرعي لقد دوضو ما انت شرعي اخر انت اللبات انبو حلبانك انبو تكيسو قدرسن كرا إن بودكان قدرسنا ينوحوا يا حلبان كأن ربا سيب قدق إنا الدراف تكسر ميستان ورصوفا فاهية مشاريع إذا ما لها اللي قفولي زوجك إسلا هانتي دورك قد باريس وحاجر تحفيز كأنتي هانتي دورك لغا سوشيك إن لعق إن لعقو لغو تلقالي أريبها دق دق أه الله أقانو بوفا فاوندا الله أقانا لعقها سوى لعقه إماجنسي بس أيا لغو تلقالي لعجهاسنا وحال لجا بحيي وحال لجا صو وحال لجا صو بحيي بقى قد هالعج عارس إلا يصدق يصدق يتبان مليون يشام بقول كدوات لعجها أيجا أبروسس إلا ذهاي بروسس ك إلا ذهاي سيدا هنتي دور كريبوت كيس أكو حسن بروسس كلو هو تلا جلنا مصو مرين سيدا درتد وحن إذا كربنا إن أد إنه حقيقين كرتان استعمال كقرشات كاس أو أبو ففاوندا وقدم بينتي سؤالي هي أي كسو قد بيين لبدا أقل واربحين تا أقرن طلبات أي حساب حركة سند مالي ديد كا لبقو لبعتني يسد حدا وحاكا جتوا بيوسير كوفقين كا وسارد مالي يد عبد القفار علم حانجي
حلبان كحوي دي العقد قاعد كان حلبان بيج كهادات في رسو بس عبير كبيج كتطبيق تمنات بيج كصدر يلا بعد وحنا قصوا قش عشور جاريسة سنة كلا بكل عتني سدة تطبيق 8 مليون دولار مركع وربحنتان وجدوا إن لو ذا أو كابن ما هن سافرك سنة عبد الحكيم يا سيف عنفها فهي حساب فركي وكم بوكا وعلى هاي ستان وبيتشك الدوانة أو فافعنتي هاي دول با يو أورجانيزيشن كست الدولة ده غرشات كوب حي حديقة غرشات كتشو ابتدى هي حديقة هاي مشاريع ده با وكوفها فاسية اللي أنا شرفت له حكوا عصنا إن حساب فركي مركي دودو إن أسرع أي سيف عنصو أخريان وأسرع أي كتي مع دودو إن أيضنا هالكاس عن كل علينا يا عشور تلاقيها لين هالكاس يكون قرنت هاي سيدا سوي مشاريع ده يوحنا قوي دي حقيقة اللي قفلي وحن حلبان داير وفرنا وحساب حركي مشاريع ده ما له لقفلي يسيد اللو فلي يدي عنا ذيك كله في شيء وحالا كره وربوت جارة أو عدو زيارة خصيصة كيني كلام أنا قاعدين الله دير أنا كون نقصي يعني كيني كرنو مشاريع ده لكن وحي كفل عن جودة هان دلك وقد ما ينتهي قدومي كحين ككواد عقل كسريع على الشعبان إبراهيم أو إيش شو قدومين يقولن كمان تا يا شيء إن لوجد بدونا وربحين تا آخرين تسد حاد وحون صاحر فدي كمان تا يا ما سنتين أتسلى على سعتين بحساب حركة أقرنت لبعض قدوا يا أسكاله إن صوت يا ريان هذا حلب أنا ذي ما أدنى مثل سؤاله هذا نذكرستان قرتان ما لها حلب أنا سؤالها كقبان أقرنت سد حاد لو قصوا صحة الله كين بركو سؤالين قدوا واقعتين أي أنا صوت صحة وحية مثل قرار اللي كجران أقرنت سد حاد إن مثلا دو قلتي مركات سد حاد سكون ما تونا كون تيجي نو نحري هاي صلاة يا تاجر مركو نحري كون ما سنتين مع مبدين عرضوا في صومالي كيبل تي في حرونت قراها شعب كيف في اللي هرجيسة وصوري قولة شان قاد دوني دا عصري وكما مولو أبكا دها بلاس نور المال ميت كاقة مالية ديد هدى كلاسو دقاب ستوري بلاي ستور أبكا دها بلاس